الركن الأخير والرابع عشر قال التسليمتان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. على مذهب أحمد التسليمتان ركن، وعلى قول أكثر أهل العلم التسليمة الأولى هي الركن، التسليمة الأولى هي الركن على قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح أن التسليمة الأولى ركن، أما التسليمة الثانية فسنة. فلو أن إنسان سلم تسليمة واحدة صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، ولكن الأفضل يسلم التسليمتين خروجا من الخلاف واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، وهو التسليم غير الالتفات، نفرق بين التسليم وبين الالتفات. يعني لو قرأت أنا التشهد وخلصت التشهد قلت مثلا صلاة الإبراهيمية الآن بسلم، قلت هكذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دون أن أدير رأسي، صلاة صحيحة بالاتفاق. طيب وهذه الالتفات هذه سنة، التفات على اليمين واليسار سنة. بل لو أن الإنسان بدأ بالشمال مثلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صلاته صحيحة بالاتفاق. أو واحد قال شيء السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، المهم أن ما التفت يمينا ويسارا صلاته صحيحة. الركن هو التلفظ، اللفظ السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الركن. ولها ثلاث صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو الأكثر والغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يقول في الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الثانية السلام عليكم ورحمة الله فقط، الثالثة السلام عليكم ورحمة الله يمين، السلام عليكم يسار، يعني فقط عليكم ما يكملها. هذه هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث فيه ضعف، وهو أحب أنبه عليه، طبعاً ذكرنا التسليم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوماً فسلم تسليمة واحدة فقط وبالتفات يسير، هكذا السلام عليكم، بس التفات يسير السلام عليكم، بس تسليمة واحدة وعليكم فقط دون أن يسلم تسليمة. لكن الحديث ضعيف وورد في نافلة، فلا يؤخذ به في الفرائض والعلم عند الله جل وعلا.